مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى بارتفاع وقدره 0.6 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. قد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3,387,686 سهما بقيمة إجمالية قدرها 444,707 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44% من القيمة الإجمالية للأسهم.